متوسط رمضان هو وهاني شاكر ايه؟ طيب عليك في البيت وهو مش قصده حاجة اخرس والله، خايف من ايه؟ عو زومبي. ده انا اللي بقيت زومبي في الحلقات. مامتها منال سلامة، خالها شريف سلامة، وسلمى يا سلامة، الزميل عمرو اديب يقطعوا لسانك. وايه اللي شد حضرتك في مسلسل الاختيار؟ والحمد لله انه اخرس ما بيتكلمش عشان استاذ ياسر جلال ما يزعلش مننا. انتوا منورين في العيد.